أعزائي مشاهدين قناة الحياة في أستراليا ونيوزيلاند، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أستراليا لايف. مثل ما وعدناكم في الأسابيع الأخيرة، رح يكون معنا ضيف عزيز على قلوبنا جميعا، شخص كلياتنا متوقعين وناطرين ومنتظرين مجيئه. هو طبعا الأخ الحبيب الأخ وحيد. أخ وحيد، أهلا وسهلا فيك في أستراليا. أهلا بك أخ رائد، وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان في العالم، وخاصة في أستراليا ونيوزيلندا، وأنا سعيد أكون موجود معكم في الحلقة دي. نورتنا أخ وحيد، أنت لساتك واصل مبارح، فشكرا أنك أخذت من وقتك تكون معنا على البرنامج. أنا بشكركم من أجل الدعوة، شرف لي وامتياز أكون موجود معكم. أمين. أحباء المشاهدين، خليني أذكركم أن الأخ وحيد سوف يكون في ملبون بكرة 17 الشهر في ملبون، ومع المعلومات سوف تكون على الشاشة حتى تحجزوا التذاكر حتى تشوفوا الأخ وحيد في ملبون 17 الشهر. وأيضا سوف يكون في نيوزيلند في 19 الشهر، يلي هو يوم الثلاثاء القادم، والرقم سوف يظهر على الشاشة أيضا. وفي 21 من الشهر يوم الخميس سوف يكون معنا في سيدني في حفلة عشاء، والرقم الذي سوف يظهر على الشاشة فيكم تتصلوا فيه حتى تحجزوا تذاكركم. أيضا خليني أذكركم أن هذه الحلقة هي حلقة خاصة بوجود الأخ وحيد، وأيضا هي الحلقة سوف تكون ساعة ونصف، هاي الحلقة خاصة، فلهذا السبب أعطينا وقت أكثر لهذا الحلقة وللأخ وحيد حتى نرحب فيه ونتمتع بوجوده معنا. طبعا الأخ وحيد هو غني عن التعريف، هو خادم الرب من خلال شاشة قناة الحياة في برنامج شبهات وردود مع الأخ صمائيل، وأيضا برنامج الجميل جدا يلي هو اسمه الدليل مع المرأة المباركة. أخ وحيد، من هي هذه المرأة المباركة اللي معاك على برنامج الدليل؟ هي زوجتي فدوى، أنا بشكر الله من أجلها، داعمة لي دائما في الخدمة، الرب يباركها، بشكر الله من أجلها. آمين آمين. منقدم لك تحية أخت فدوى، ربي باركك ويستخدمك على هذا البرنامج مع الأخ وحيد. أخ وحيد، إحنا تعودنا نشوفك على برامج شبهات وردود، على برنامج شبهات وردود وأيضا الدليل، وعرفناك كخادم، بس حابين هذا الحلقة نتعرف عليك كشخص، الشخص وحيد يلي خلف الكاميرا. ياريت تخبرنا عن نشأتك وبداية حياتك. طيب، أنا بشكرك أخ رائد مرة أخرى من أجل الدعوة، وببساطة أنا مولود في عائلة مسيحية بسيطة ومتواضعة جدا، ومنذ نعومة أظافري أنا تواجدت في الكنيسة. ربما الكثير يعرف خدمة الشموسية، فأنا كنت شماس تقريبا من عمر 6 سنوات، وبعد ذلك نميت ونشأت في الكنيسة في مدارس الأحد في خدمة الشموسية، وبعد ذلك إلى أن وصلنا إلى مرحلة الجامعة، فدرست الجامعة في إدارة أعمال كلية التجارة. ثم بعد ذلك كان في يعني شوق إلى التعمق أكثر في الكتاب المقدس، وكان الاتجاه الوحيد الصحيح ربما هو الاتجاه إلى كلية لاهوت للتعمق أكثر في الكتاب المقدس، لأنه كنت وما زلت أعتقد أنه هو الطريق الصحيح للخدمة. فاتجهت إلى كلية اللاهوت، درست كلية اللاهوت في مصر. أيوة. وأيضا بعد كلية اللاهوت درست في المعهد العالي للدراسات القبطية والبحث العلمي، وبدي درجة ماجستير. وبعد ذلك انخرطت في الخدمة من جديد، ولكن ربما بدعم أكثر من الأول، فهم أكثر، معرفة أكثر، نضج روحي وكتابي، لأنه التحصيل في كلية اللاهوت أنا أعتقد كان شيء رائع جدا. فإذا دي الخلفية ببساطة، و ربما سؤالك عن الخلفية أيضا أعتقد وضحت، لأنه بعض الأحباء يعتقدوا أني عابر أو متنصر. أيوة صحيح صحيح. لا، أنا دائما أقول أنه جدي
كان موجود في الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل حينما حل الروح القدس على الكنيسة. كان جدي موجود هناك يعني. أيوه. أنا ابن عن أب عن جد، أنا مسيحي يعني. أيوه. هذا يعني فرق بين مجرد مسيحي بالوراثة ومسيحي يعني حقيقي يعني يعرف المسيح معرفة شخصية. طب أخ وحيد، فيك توصف لنا هل كانت هناك لحظة في حياتك كانت لحظة فاصلة بين أنه أنت مولود في عائلة مسيحية وتبعيتك للمسيح؟ أكيد، أنا أعتقد بيكون دائما في حياة الإنسان، أعتقد الخادم بيكون في لحظة، بيكون في وقت، في بتكون مرحلة تحول في حياته. أنا المرحلة دي كانت أعتقد في عمري لما كنت 16 سنة. أنا زي ما قلت أنا كنت في الكنيسة بصورة دائمة، لكن كنت في الكنيسة برضو وأنا أعرف معلومات عن المسيح. مثل أي شخص مسيحي يعني. تماما، أعرف مجرد معلومات عن المسيح، وربما معلومات جيدة وكثيرة، لكن معرفة المسيح بصورة خاصة كشخص تربطك به علاقة خاصة، ذاك ما كنتش أعرفه يعني. وأنا أعتقد أنه السيد الرب بعت لي خادم خاص، هو طبعا جالي الكنيسة وهو أب راهب من دير الأنبا بشوي، هو دلوقتي يسافر للسماء منذ سنوات. وأنا في يعني ممكن أقول اسمه لأنه هو أنا مدان لهذا الرجل بالكثير، هو أبونا جرجس الأنبا بشوي، هو كان بيخدم عندنا في البلد. وأنا أعتقد أنه هو دبعته ربنا لي أنا بصورة خاصة، فابتدى يعلمني أنه في فرق بين أن نعرف معلومات عن المسيح ونعرف شخص المسيح. ابتدى يعلمني إزاي مفروض نصلي، إزاي أقرأ الكتاب المقدس، ما هي الكتب التي تساعدني في فهم الكتاب المقدس. يعني أنا مثلا ما كنتش أعرف أنه في شيء اسمه قاموس الكتاب المقدس. ما كنتش أعرف أنه في شيء اسمه فهرس الكتاب المقدس. ما كنتش أعرف أنه في شيء اسمه كتاب شواهد الكتاب المقدس اللي بيربط الكتاب المقدس كوحدة واحدة. كل ده هو علمه لي، كل ده هو يعني انتقل بي من مرحلة إلى مرحلة. هو كان خادم الكنيسة يعني إجا طبعا، هو الأسيس بتاع الكنيسة وكان كاهن الكنيسة في ذلك الوقت. بس هو جاي للكنيسة ككل. بس أنا اعتقادي الشخصي منه. اعتقادي الشخصي أنه ده ربنا بعته لي أنا. فهو هنا دي كانت نقطة التحول بين شخص بيعرف معلومات إلى شخص هو علمني إزاي أقيم علاقة مع المسيح، علاقة حية. وأنا بشكر الله من أجل أبونا جرجس، إنسان رائع جدا وأنا تعلمت منه الكثير. يعني حتى مرحلة يعني البلد أنا لما انتقلت للجامعة، هو جاء تحوله أيضا من المكان اللي هو فيه من كنيسة إلى كنيسة أخرى بجوار الجامعة. يا سلام. فكملت معه يعني، كان مرشد روحي رائع جدا. بعد ذلك أنا لما انتقلت إلى دراسة كلية اللاهوت، هو كان رجع إلى الدير بتاعه. فالعلاقة استمرت سنوات طويلة جدا، وهو رجل أنا بعتبره فلاح في الكتاب المقدس. وبعتبر هو دي كانت نقلة في حياتي كبيرة جدا، أني أبتدي أقيم علاقة حية شخصية مع السيد الرب. فلاح في الكتاب المقدس يعني شخص عارف الكتاب، يعني بيحبه، بيعرف يتمتع بالكلمات اللي فيه، يعرف يخرج من العتيق الجديد كل شيء حلو وجيد في كلمة الله. هو الرجل كان يتمتع بهذه الميزة وهذه المقدرة. هو أنت شو رأيك بالمسيحيين يلي محرومين من المسيح، وهم اسم المسيح مدعو عليهم، أنه ما بيعرفوش الكتاب؟ أنا بعتقد أن هذه مشكلة عامة، مشكلة كبيرة إحنا وعامة يعني، بمعنى أنه ربما 90% من المسيحيين علاقتهم بالكتاب علاقة سطحية. ودي طبعا مشكلة جوهرية، وأعتقد الأحباء المشاهدين يوافقوني على هذا الكلام، أنه إحنا علاقتنا بالكتاب المقدس علاقة سطحية، مجرد أنه ربما بنقرأ الكتاب بس إرضاء للضمير. يعني أنا عشان ضميري ما يتعبنيش، لا أنا قريت الكتاب كواجب. خلاص كواجب. لكن قراءة الكتاب، التلذذ بالوصية، الحياة، نعيش هذه الوصية. النهاردة يا أخ رائد، أنت بتعرف لو في شخص بيحب شخص، الاثنين بيتكلموا مع بعض، واحد بيحكي والتاني بيسمع، في تواصل في تواصل. فالصلاة احنا بتكلم مع الرب،
وفي الكتاب المقدس هو بيتكلم معي بيكلمني. فأنا بسمع صوته. صح. لازم الاثنين يمشوا مع بعض. صلاة وقراءة كتاب مقدس. فعودة إلى سؤالك. أنا بعتقد أنه دي مشكلة عامة وهي الابتعاد عن الكتاب المقدس أو القراءة بسطحية. وبالتالي إحنا حرمنا أنفسنا بأنفسنا من التمتع والتلذذ بكلمة الله. ما عندنا عذر. وأنا بقول للأحباء يعني أنا قرأت كثير عن في تاريخ الكنيسة في كان ناس تشتهي أن يكون عندها صفحة واحدة من الكتاب المقدس تقرأ فيه. ما مش موجود. ناس كان موجود عندي هلا الآن في دول زي أفغانستان مجرد صفحة واحدة من بشارة القديس متى صفحة واحدة بحفظوا عليها وشعرين أنه هذه نازلة من السماء. طبعا طبعا هو دي بيقراها بشغف لأنه ما عنده غيرها. إحنا عندنا الكلمة صح. كتاب المقدس ككل فياريت نهتم به أكثر يعني تشجع إحنا كمسيحيين أمين. نقرأ الكلمة ده صحيح. طب أخ وحيد أنت خبرتنا أنه أنت بعد هاي الفترة درست لاهوت صحيح وتخرجت من كلية لاهوت صحيح. وبعدين السؤال اللي أنا بدي أسألك إياه بعد دراسة اللاهوت وأنا دارس لاهوت أنا عارف إدي لذة واحد يدرس اللاهوت صحيح. شو السبب اللي خلاك تتخصص بدراسة الإسلاميات؟ هو الموضوع بسيط جدا. هو بعد ما أنت بتطلع من أي كلية بتحب تمارس اللي أنت أخذته في الكلية صح. تعيش أكيد. فأنا كأي يعني خريج حبيت أني أقدم المسيح الذي عرفته صح. وكان في برنامج وهو معروف إلى الآن للأحباء هو البالتوك وبرنامج صوت مجرد صوت بيتخاطب به الآخرين من خلال الإنترنت فكنا بنتكلم عن المسيح وعن الكتاب المقدس فطبعا الأحباء المسلمين أنه لا الكتاب المقدس محرف الإنجيل محرف التوراة محرفة الزبور محرف إذن كل ده أصبح بالنسبة له لا قيمة له على الإطلاق طيب إذن هو لا يؤمن إلا بكتاب واحد وهو القرآن ده كتاب الذي يؤمن به كتاب المقدس يؤمن بالأحاديث النبوية السنة الصحيحة وهناك أيضا السيرة النبوية والفقه الإسلامي والشريعة والتفاسير عالم آخر إذن إذا كان وصولي إلى الأحباء المسلمين من خلال هذا الطريق الجديد وهو طريق شائك وطريق صعب وطريق يحتاج إلى بحث وصبر يعني فلا مشكلة إذن ما جعلني أن أدرس الإسلام أو الإسلاميات هو الوصول للأحباء المسلمين وتقديم رسالة المحبة لهم ولكل من يريد أن يسمع رسالة المحبة. طب أخ وحيد ليش المسلمين ليش مثل أي شخص خريج كلية لاهوت يكون فقط المسيحيين مركز على المسيحيين يخدم المسيحيين ليش أنت تخصصت بدراسة كرمال توصل للمسلمين؟ أنا أعتقد ده سؤال جيد يعني لكن أولاً أنا ولدت في ثقافة إسلامية وربما كلنا كناطقين بالعربية مسيحيين إحنا مولودين في ثقافة إسلامية وبالتالي هناك تفاعل مع الأحباء المسلمين كلنا مع بعض وطالما تمت الدعوة من قبلهم لنا وبالتالي لماذا نحن أيضا لا نوجه الدعوة للآخرين من خلال محبة المسيح من خلال أن يعرفوا الآخر ويتعرفوا على رسالة المسيح ولهم بعد ذلك مطلق الحرية أن يقبلوا أو يرفضوا صح. أيضا يعني القرآن أنا بجد اسمي مكتوب فيه يعني أهل الكتاب من هم أهل الكتاب إحنا فإذا شفنا البوذي والهندوسي والكونفوشي وكل الأديان الأخرى مع أننا كنا موجودين ما وجدنا أسماءنا موجودة هناك يعني لكن بالنسبة للقرآن أنا موجود هناك أهل الكتاب ذكرنا مرارا وتكرارا بالتالي إذن لما لا أقرأ هذا الكتاب وهو يتكلم عني في أحيان كثيرة ويعني يناقش حالتي الدينية ويصنفني أحيانا بإني كافر وأحيانا بإني أهل كتاب وأحيانا ممكن زمي في الأحاديث أو إلى آخره إذن أصبح من حقي دراسة هذه العقيدة التي تناولتني في مراحل وموضوعات عديدة. طب يعني موضوع دراسة الإسلام أو الإسلاميات لشخص مسيحي ممكن لما يجي يواجه هذا الأمر يبين الإسلاميات أنا أعتقد أنها مثل دراسة المسيحيات يعني محيط من المعلومات
محيط من الأبواب ممكن تدخل فيها. كيف ابتديت أنت بدراستك للإسلاميات؟ نعم، هو طبعا الموضوع صعب في البداية، لكن بعد كده بيبقى موضوع خلاص سهل، يعني أنت عرفت المفاتيح. أيوة. في البداية تعرف المفاتيح، لو عرفت المفاتيح تعرف تفتح وتدخل وتبحث بعد كده. هم اختاروا المفاتيح فينا، فيك تسرد لنا اياهم بسرعة ولا؟ يعني احنا بدأنا، مش بدأنا كأكاديميين يعني، احنا أيوة. بدأنا كهوة. أيوة. وبدأنا نتناول موضوعات في الإسلام، ومش مسكنا التفسير ودرسنا التفسير ولا الشريعة ودرسنا الشريعة، لا احنا تناولنا موضوعات في الإسلام. وتناولنا مثلا في القرآن بعض الآيات. ونرجع إلى التفاسير. الشيء اللي أنا حبيته في الأحباء المسيحيين اللي درسوا المسيحيات إنهم احترموا القرآن، فلم يجرؤ ولا شخص أن يفسر أي نص قرآني. ليس من حقي، هذا ليس كتابي وأنا لا أؤمن به، فلا أعطي نفسي الحق إطلاقا أن أنا أفسر نص. فبتذهب إلى التفاسير المختلفة وهي كثيرة جدا. يعني إذا كان الطبري ولا الزمخشري ولا الرازي ولا ابن كثير ولا الثعالبي ولا الثعلبي ولا أحباء الشيعة أيضا لهم تفاسير زي الطبرسي والطبائي وكل دي. فتفاسير موجودة. إذن النص القرآني والتفسير فبتوضح الصورة أمامك. أيضا هناك الأحاديث الصحيحة ابتدينا ندرسها إلى حد ما دون أن نقصد، وجدنا أنفسنا أنه إحنا بقت أصبحت عندنا معرفة إلى حد ما. أنا لا أدعي أن أنا أعرف في الإسلام الكثير، ولكن أعتقد أني إلى حد ما أفهم العقيدة الإسلامية. أنا بدي أسألك سؤال كشخص مسيحي ما بيعرفش بهاي الأمور الإسلامية، شو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والأحاديث المنسوخة؟ لا توجد منسوخة. الناسخ والمنسوخ هذا علم في القرآن. نعم. من أهم علوم القرآن. الناسخ والمنسوخ. لكن بالنسبة للأحاديث الضعيفة، يعني كل حديث فيه شخص مثلا بيسموه وضاع مثلا، بيضع من عنده الحديث، شخص كذاب مش ثقة، كل ده بيضعف من الحديث، بيصبح حديث ضعيف يسمى ضعيف. لكن إذا كان السند، سند الحديث يعني فلان عن فلان عن فلان، كل هذه الشخصيات شخصيات موثوق فيها يشهد لها، يصبح ما قالوه إذن هو صحيح منقول عن رسول الإسلام، فبيسمى حديث صحيح. أوكي. الضعيف إذا وجد في هذا السند يعني شخص مش موثوق فيه. وطبعا أنواع الأحاديث كثيرة جدا. نعم. يعني أنت أكيد بتقضي ساعات طويلة في دراسة الإسلاميات حتى تميز وتبين وتستشهد بدلائل، طبعا أحاديث تكون قوية تستشهد بكلامك عن الإسلام. بكل تأكيد احنا نقضي ساعات طويلة جدا علشان حينما نقدم معلومة تكون معلومة موثقة في المقام الأول. ولازم أحترم المشاهد إذا كان مسلم أو مسيحي بيسمعني. لازم لما أقدم المعلومة تكون معلومة صحيحة، صح، لأنه أنا بحترم الشخص اللي أنا أقدم له هذه المعلومة، وتقدم أيضا في إطار احترام وإطار جيد فيه نحترم الآخرين ونقدم بصورة تشرفني أنا كمسيحي. يعني كذا مرة إحنا سمعنا أخ وحيد أنه الأشخاص اللي عم بيقدموا تعليم إسلاميات على قناة الحياة هم ما بيهاجموا المسلم كشخص، لكنهم المشكلة هي بالنصوص الإسلامية. في قاعدة، القاعدة إن أنا أحب المسلم، ما عنديش مشكلة مع المسلم. هذه وصية الرب لينا. طبعا هو مخلوق على صورة الله ومثاله. أمين. إنسان مثلي تماما، وإذا كان سيدي بحبه فما بالي أنا. أمين. كيف أكره شخص يحبه سيدي وإلهي؟ لا، هذا خطأ. فأنا أحب الشخص، ما عندي معه أي مشكلة، وهو حتى لو كان ضدي يعني يكرهني أي شيء من الأشياء الموجودة، ده مش موضوعي. لكن أنا ضد فكرة. إذا كانت الفكرة هي تهاجمني، أنا ضد هذه الفكرة وليس ضد الشخص. فيعني إلى حد ما يجب أن نميز بين الإسلام كعقيدة وبين المسلمين. مع الأحباء المسلمين إحنا ما عندناش أي مشكلة على الإطلاق. لكن مع الإسلام كعقيدة بتهاجمني أنا. أو أحيانا تحلل دمي. أو أحيانا لا تجعلني في توازي مع الأحباء المسلمين، هنا أنا أتساءل ليه هي كذا. هذه جزئية. جزئية الأخرى، أنا دائما أقول للأحباء المسلمين، تخيل لو أنت مثلا حبيت تعرف إيه هي العقيدة المسيحية،
ورحت فتحت كده الإنجيل ووجدت مكتوب في الإنجيل قاتلوا المسلمين إلى أن يؤمنوا أن المسيح هو الله. أيوة. إيه مشاعرك كمسلم؟ أكيد مش هتكون راضي. أكيد. مش مبسوط. أنا بفتح القرآن مثلا وبلاقي مكتوب كده قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيوة. طب هنا في إشكالية، يعني هنا نص بموجه إلى كل العالم غير المسلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، طيب دول بيقولوا ما فيش ربنا. ولا باليوم الآخر زيهم. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أنا لا أحرم أشياء ولا أحلل أشياء حرم إله الإسلام ورسول الإسلام، هنا في اختلاف. ثم يأتي التخصص ولا يدينون دين الحق الذي هو الإسلام. أيوة. من الذين أوتوا الكتاب اليهود والمسيحيين. فأنا عاوز من الأحباء المسلمين أنه يتفهموا أنه أنت بتعطي نفسك الحق أنك أنت تصنفني أنا كافر، وتعطي نفسك الحق أن تقاتلني، وتعطي نفسك الحق أن تكتب اسمي في قرآنك، ولا تعطيني الحق أني أتساءل. لا، ما يزعلش، أنا لي الحق أن أتساءل. وعلى الأقل كإنسان أقول يعني كإنسان عم بتشوف أنه عم تتهاجم، طبعا لك الحق أنك تتساءل. أدافع عن نفسي وأسأل لماذا تلطمني، هذا ما قاله الرب يسوع حينما لطمه العبد، رئيس العبد. نعم، قال له لماذا تلطمني، إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي. فإذا كل ما نفعله في إطار جيد، في إطار نحترم فيه الآخر، نتساءل عن هذه العقيدة اللي ما بتخليني أنا في التساوي معك. هذا كل شيء. أمين، ربي باركك. أنا خليني أذكر أعزائي المشاهدين أنه إحنا على الهواء، فإحنا هلأ الخطوط صرح نفتحها، فسوف نستقبل مكالماتكم. إذا عندك سؤال بتحب توجهه للأخ وحيد أو عندك تداخل، الرقم على الشاشة، ممكن تتصل فينا وتتداخل معنا. أخ وحيد، خطوة أنه أنت ابتديت مع البالتوك هي طبعا خدمة مش مرئية، هي بالصوت. بعدين أنت شفناك على شاشة قناة الحياة، وإحنا كلياتنا بنعرف أنه قناة الحياة هي قناة مليانة بالجراءة، ممكن بالتحدي، وأكيد ظهورك على قناة الحياة بيلزمك أنه أنت تغير أولويات حياتك، لأنه إحنا بنعرف جايين من البلاد العربية أنه خطر على شخص حتى يناقش الإسلاميات. فكيف رتبت حياتك أنت، وشو الأسباب اللي خلتك تطلع على قناة الحياة؟ أنا أعتقد أنه بداية الهدف والطريقة ده شيء مهم جدا. أيوة. الهدف هي رسالة محبة. الطريقة هي محبة الآخر واحترام الآخر. ده بداية، قاعدة أساسية. وطبعا بكل تأكيد لما أنت بتاخد قرار زي كده بتاخده بناء على أنك أنت خلاص رتبت نفسك على وضع جديد. أيوة. على حياة جديدة. وبالتأكيد ما كانش القرار كده في يوم وليلة، يعني هو بيأتي مع الوقت. وأنا حينما يعني فتح لي الباب، أنا طلبت فترة للصلاة والصوم. يعني حتى يكون مش رأيي أنا، يكون في إرشاد إلهي، إذا كان دي الخطوة اللي أنت عاوزها فأنا بين يديك، إذا كان يعني الخطوة دي مني أنا مش عايزها. فإذا في البداية كان في تكريس فترة للصلاة والصوم، وبعد كده لما حسيت انه في سلام وانه السكه دي ممكن الرب قايدك على هذا الامر تماما، وفي اعداد ليها اساسا. فقبلت ان انا يعني اضحي باشياء كثيره جدا من اجل الخدمه وتوصيل كلمه الله الى الاخرين. طبعا اخ وحيد، انت فينا نحكي انت عايش في خطر دائما. يعني انا لا احس بهذا الخطر. ربما هو موجود لكن انا لا احس به، يعني ليس كما يتصور البعض. يعني لا أحس بهذا الخطر. يعني حماية الرب عليك، مسيج من حواليك. أمين، نشكر أمين الرب يقويك. أخ وحيد، بدي أسألك سؤال عن تقديم المسيحية، تقديم المسيح للمسلم. الشخص يلي يقدم المسيح للمسلم، شو لازم تكون نوعيته؟ شو لازم يكون روحانيته مع الله؟ شو علاقته مع الله حتى يقدر يقدم مسيح حقيقي؟ هو بداية أنا ضد أي شخص يقرأ في الإسلام قبل أن يقرأ في المسيحية. أيوة. ده مبدأ أساسي. يعني ممكن إنسان بيعرف في الإسلام كويس جدا،
لكن في المسيحية هو ما بيعرف العقيدة المسيحية. على أي أساس ستقدم للآخر؟ ماذا ستقدم للآخر؟ شو هو البديل اللي بتقدمه؟ بكل تأكيد. أنا يعني إذا كان في أحد بيسألني فأنا أقول له بداية ركز في الكتاب المقدس، اعرف عقيدتك. أيوة. وبعد أن تعرف عقيدتك وتتأكد إنه في دعوة لك إنك تقدم إلى الآخر، يبقى انتقل واعرف الآخر. لكن ما تبدأ إنك عاوز تعرف كتب الآخر وإنت مش عارف عقيدتك. فدي نقطة أساسية جدا في إنه لابد البداية في الكتاب المقدس، معرفة البداية مع المسيح دائما وبعد كذا ننتقل إلى إلى الآخر. فإذا بدينا مع المسيح، إذن هنا ستتشكل شخصية في علاقة بينه وبين المسيح، في علاقة بينه وبين الكتاب المقدس. وحينما نقدم فنحن لا نقدم معلومات، إذن نحن نقدم شخص اسمه المسيح. آمين. لأن المسيحية مش نقل معلومات. المسيحية نقل شخص. شخص. هذا الشخص هو إلهنا ومخلصنا الرب يسوع المسيح. آمين. له آمين. كل المجد. آمين. أخ وحيد، في عنا مكالمات. تفضل. اسمح لي أخذهم. تفضل. في معاي روز من سيدني، تفضلي أنت على الهواء. ألو. ألو. تفضلي. مساء النور. مساء النور. ألو. ألو. تفضلي. إحنا سمعينك. سمعين. مساء الخير. ازيك استاذ وحيد؟ يا أهلاً. وحيد اهلا، مرحبا بك يا اخت روز. بنرحب بك هنا في استراليا. وبنشكرك كثير على البرامج الشيقه والتوضيحات الجميله من خلال البرامج اللي انت بتقدمها، شبهات وردود والدليل مع زوجتك العزيزه. ربي يبارك. ربنا يبارك حياتك وينمي الخدمه باستمرار، ونشوف امثال كثير زيك هنا في جميع بلاد العالم. أمين. هو في سؤال كنت عايزة أسأله لحضرتك. كنت عايزة أقول لك إيه رأيك في الحماية الدولية؟ مصر والكنيسة بترفض الحماية الدولية. وبنشوف في مصر الظلم اللي بيحصل على المسيحيين والاضطهادات وخطف البنات والحاجات دي كلها بتحصل. فمحتاجين نعمل حاجة، محتاجين إن حماية دولية تحمي الشباب والمسيحيين في مصر. ده سؤالي وأرجو ترد علي. طيب. آمين. ألف شكرا. شكرا لك يا خطرز. شكرا يا أخت روز. قبل ما نجاوب خلينا نأخذ مكالمة تانية. الأخ إميل من سيدني. أخ إميل تفضل أنت على الهواء. أخ إميل أنت على الهواء، تفضل. طيب خلينا ناخذ مكالمه تانية. سريان من يو اس اي، من امريكا. سريان تفضل انت على الهواء. الو، مرحبا. اهلين. قصر سلام المسيح معكم انت والاستاذ وحيد. شكرا حبيبي. سلام المسيح معك، تفضل. الو. الو، انا سامعك، تفضل انت على الهواء. الحقيقه انا ما عم بسمع الصوت من عندكم، كثير في ضعف بالاتصال يمكن. بس انا كريستيان عم بتكلم من امريكا. حبيت اسلم على استاذ وحيد واقول لك منور قناه الحياه، ان كان قناه الحياه او قناه حياه استراليا. وبنقول تحيات كل ادام يعني يوزر روم ان ذيس اوف اول ثينكس هاز بيكام نيو على البالتوك. وبتمنى لك زياره موفقه يا استاذ وحيد، وترجع يعني تكون مثمره وترجع بيتك سالم غانم، و ان شاء الله بنشوفك قريبا. شكرا لك اخ سريان. معكم مره ثانيه، بس انا حبيت اسلم على حضرتك. شكرا لك حبيبي، الرب يبارك. شكرا. سلام المسيح معك. مش عارف اوكي معي ساميه. ساميه من سيدني، تفضلي انت معي على الهواء. الو. الو، تفضلي. الو. الو، انا سامعك، تفضلي يا اخت ساميه. الو. تفضلي يا اخت ساميه. الو. تفضلي تفضلي، احنا سامعينك. الو. الو. الاخت ساميه مبين. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلين يا اخت ساميه. تفضلي. اترك الاستاذ وحيد. تفضلي، هو سامعك. اهلا اخت سامي، ربي يباركك، تفضلي. الو، سامعني؟ ايوه احنا سامعينك، تفضلي يا اخت ساميه.
أنا مش سامعك. طيب إحنا سامعينك، أعطينا أعطينا سؤالك، إحنا سامعينك، تفضلي. ألو. طيب ممكن أخت سامية مش قادرة تسمعنا، خلينا ناخذ مكالمة ثانية. ألو. أنا مش سامعاكم. مش سامعة. طيب هي. طيب أوكي معلش. أنا عندي سؤال للأستاذ وحيد. طيب تفضلي. اللي هو ما عرفش إذا هو سمع بالبنت اللي بساط أمريكا ظهر لها المسيح وحلمت حلم ووراها الجنة وجهنم وماتت كده 24 ساعة ورجعت وبتخبر الناس عن الموضوع ده. أوكي. أنا عايزة أتأكد يعني أنت سمعت بالخمر الخبر ده ولا لا؟ أوكي. أوكي. شكرا. وشكرا. شكرا لك يا أخت سامية. طيب معي كمان مكالمة عياد من سيدني. تفضل يا أخ عياد أنت على الهواء. تفضل يا أخ عياد أنت على الهواء. أيوة أنا على الهواء. أيوة تفضل. ألو. تفضل حبيبي أنت على الهواء. ألو. احنا سامعينك تفضل. أيوة بس أحب أقول الأخ وحيد الحمد لله على السلامة وربنا يكون معك طوالي. بس عندي الحقيقة معلومة سمعتها من إذاعة البي بي سي في لندن من زمن، في أحد الشيوخ بيفسر الآية بتاعته ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، فبيقول على إنه اليهود لم يصلبوا المسيح لكن صلبوه الرومان، لأنه لم يوافق الرومان على صلب المسيح. المسيح ما كانش صلب. فبيقول ولكن شبه لهم إنه بموت المسيح الرسالة بتاعته هتنتهي ولكن الرسالة لم تنتهي. فأي رأيك لهذه المعلومة؟ بس للأسف ما عنديش الدليل. والله معك. شكرا لك يا خياب. أعزائي المشاهدين خليني أذكركم أنه في على صفحة الفيسبوك الخاصة بالأخ وحيد في كتابين كتبهم، يلي هو الواحد رد على مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء، وأيضا في إلهية السيد المسيح. فهدول الكتابين كتبهم الأخ وحيد، وهدول الكتابين كتبوا رد على أحمد ديدات يلي بيهاجم طبعا فكرة الصلب اللي ذكرها الأخ عياد وأيضا إلهية المسيح. أخ وحيد في سؤال أخت روز، في شو رأيك في الحماية الدولية؟ طيب بالنسبة إلى موضوع الحماية الدولية، بالنسبة إلى الكنيسة المصرية في تاريخها عرض عليها الحماية الدولية أكثر من مرة، إذا كان مرة من روسيا وإذا كان مرة من النوبة، أيضا كان في محاولة مساعدة بجيوش من الجنوب، ولكن الكنيسة ظلت دائما ترفض هذا المنطق. أولا المنطق الروحي، نحن لا نعتمد على زراع بشر. أمين. بأي شكل من الأشكال. أمين. باطل من يتكل على زراع بشر. أمين. فإذا الجزئية الأولى موضوع الحماية الدولية من من؟ طيب حماية دولية، إذا أنت موجود وسط كل الناس، إذا بنتكلم يعني حماية دولية مثلا من الأحباء المسلمين، وهذا منطق مش مظبوط. من طب أنت عايش في نفس العمارة وفي نفس الشارع وجارك يعني أنت مستني هيوقفوا ما في كل بيت مثلا جندي يعني حارس؟ حتى من الناحية التنفيذية الواقع لا يساعد على هذا الأمر. وبالتالي الحل ليس في حماية دولية، ولكن الحل في المطالبة بحقوق المسيحيين في الشرق، أن تكون حقوق عادلة وحقوق تجعل المسيحي مثل أي مواطن مسلم في تساوي مطلق، ليس على الهوية الدينية يتم الفرز بين الأشخاص. لا، بناء على الكفاءة. إذا كان إنسان كفء يوضع في المكان السليم بغض النظر مسيحي أو مسلم أو إلى آخره. فإذا منطق الحماية الدولية هو من الناحية التنفيذية مش هينفع، ومن الناحية الإيمانية هو مش صحيح. الحل بقى، يمكن يعني أنا دائما بقول يمكن أظهر إن إنسان مثالي
لكن الحقيقة والتاريخ يقول أنه إذا رجعنا إلى الله بحق بالصدق بقوة نحن نهز العالم كله. آمين. نحن الذين نهز الآخرين وليس صح. العكس. آمين. سفر القضاء في الكتاب المقدس شاهد عنوان واضح. لما كان الشعب في القديم بيبعد عن الله بيرسل لهم الأعداء يضربوهم ويتعبوهم فيصرخوا إلى الله، يرسل لهم منقذ فيرتاحوا. أيوه. بعد شوية يرجعوا تاني للخطية. فإذا إحنا لابد من الرجوع وبقوة إلى السيد الرب كأمة بقى كمجموعة مسيحيين في الشرق. وبالصلاة نحن مش هو حيكون كلام وإحنا بنرنم وبنقول نهد أسوار هو كلام، هو لازم يكون واقع في حياتنا. إذن الرجوع إلى حياة الصلاة هو ده الأساس، وليست الحماية الدولية بالمفهوم اللي هم منتظرين أو متوقعينه يعني. بس تعليق سريع على الحلم يلي حلمته البنت يلي بساوث أمريكا، هي ماتت 24 ساعة وشافت رؤية. أنت سمعت عنه هذا الموضوع؟ أنا سمعت بس أنا لم ما شاهدتش الفيلم يعني. Yeah. الفيلم موجود عندي وأنا ما شاهدتوش. Okay. لكن ما سمعته أنا سمعت مجرد كلام، أنا شايف أنه يعني هو ضد منطق الكتاب المقدس. Yeah. ما سمعته أنا. Yeah. لم أرى الفيلم. Okay. ولكن ما سمعته لا يتماشى مع روح Yeah. الكتاب يعني. بعدين احنا ما مفروض نساق اسف يعني بكل روح تعليم يعني. Yeah. اي شخص بيحلم حلم احنا ناخده كقاعدة، احنا عندنا الدستور صف. الكتاب المقدس أكيد. كل ما لا يتناسب مع الكتاب المقدس هو مرفوض. صح. الاساس أمين. هو الكتاب المقدس. امين. سو لازم احنا نقيس كل شيء بنسمعه طبعا مسيحيا على الكتاب المقدس على ضوء كلمة الله. لازم. امين. فهذا يعني مبدأ كتابي الكل يتعلمه، انه ده مبدأ احنا من مبدأ من المسيحيين عبر التاريخ. أمين. من القرن الأول الميلادي حينما عرفوا الكلمة بدأ هو ده الدستور بتاعهم الكتاب المقدس. Yeah. وعاش الآباء على هذا الأمر. أمين. نعم. Yeah. صح. يعني لما آسف في التعبير سامحني لما مثلا ظهرت بدعة أريوس. Yeah. إيه اللي كان المقياس للناس؟ Yeah. الكتاب المقدس. Yeah. ما قاسوش كل واحد بفكره وبذهنه، لا. Yeah. رجوع إلى كلمة الله الحية. Yeah. آمين. آمين. الأخ عياد كمان ذكر ما قتلوه ما صلبوه، أنا مش متأكد شو هو السؤال. بس هو كان عم بيدور على الدليل على فكرة أنه هذا الكلام غلط، أنه مهم. هو إذا كان اليهود لم يصلبوا المسيح، ولكن الذين صلبوه هم الرومان. وبالتالي الشيخ بيفسر وما قتلوه وما صلبوه أي اليهود، ولكن شبه لهم، هي برضو ما حتيجي كده. Yeah. مش هتنفع. وبعدين هل القتل يسبق الصلب؟ هل المفروض يكون النص القرآني وما قتلوه وما صلبوه؟ Yeah. ولا المفروض يكون وما صلبوه وما قتلوه؟ يقتلوه في الصلب. ده لأنه ثقافة جزيرة العرب مختلفة عن ثقافة الرومان. Yeah. الرومان الصلب أداة قتل. Yeah. أداة إعدام. فالمن المحكوم عليه بالإعدام يرفع حيا على الصليب. أيوه. بينما في جزيرة العرب بعد أن يقتل يرفعوه على الصليب. Yeah. فكاتب القرآن كتب بثقافته. أيوه. وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، يعني مش من اللوح المحفوظ. لا. وبالتالي أنا اللي عايز أقوله إنه 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 يعني مهما حاولوا تفسير الآية، يعني أنا ممكن تسمح لي بدقيقة إذا في وقت يعني. فضل. أنا كمسيحي عندي في الكتاب المقدس أين تم القبض على المسيح، المكان، متى، من كان معه. أيوة. من الذين قبضوا عليه، ماذا كان معهم، ما الحوار الذي دار بين المسيح وبين الذين قبضوا عليه. أيوة. إلى أين ساقوه أولا، حنان ثم قيافة ثم مجمع اليهود ثم بيلاطس. أيوة. ثم هيرودس ثم بيلاطس أخيرا، ثم بعد ذلك حكم بالجلد، ثم بعد ذلك حمل صليبه مرحلة. من الشخص الذي حمل الصليب إلى مكان الصلب؟ ما اسم مكان الصلب؟ الجلجسة. من الذي صلب معه؟ من الذي كان تحت الصليب؟ أمه ويوحنا. أنا عندي تفاصيل، عندي أسماء، عندي وقت، عندي زمن، عندي أماكن. متى أنزل المسيح؟ كم ساعة قضاها المسيح في الصلب؟ أين دفنوه؟ من الذي رأى؟ كل هذه الأمور، الحوادث التاريخية تاريخية موجودة بالتفاصيل. ما الذي يجعلني إذن كمسيحي أمتلك كل هذه التفاصيل في الإنجيل؟ أصدق نصا لا يخبرني عن أي شيء ويقول فقط
ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. بس مش هاي مشكلة المسلمين أصلا أن هم ما فيهم مش يناقشوا دينهم، يعني لازم يقبلوه كما هو. صحيح، ده نص في القرآن، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. فهو في أشياء كثيرة يقبلها كما هي ولا يناقش فيها يعني. بس إن شاء الله تكون هذه الثقافة ما انتقلت إلى المسيحية، وإحنا كمسيحيين نقبل الأمور بدون ما نرجع للكتاب. هي انتقلت إلى المسيحيين ولكن ليس بالمفهوم ده. فأيضا هنلاقي كتير من المسيحيين ما بيقروا وبعيدين عن الكتاب المقدس وما شاغل نفسه بالموضوع يعني، لكن ما عنده ثقافة ما تسأل عشان ما يعني تسوءك ما تعرفه من معرفة، يعني الإجابة تكون مش مبسوط أنت منها، لكن هو مش مهتم بالقضية. في أسباب كثيرة بنحكي فيها أنه ممكن تعطل الشخص من أنه يفهم رسالة المسيح إن كان في الإسلام أو في المسيحية. وأنا كنت حابب نناقش هذا الأمر، بس I think لازم نروح إحنا على بريك. أعزائي المشاهدين، الأشخاص اللي على التليفونات، أول ما نرجع من هذا الفاصل رح أخذ التليفونات، خليكم معنا على الهاتف، فاصل قصير ونرجع إليكم، نراكم. عند أكبر دولة بالعالم ممولة للإرهاب هي المملكة العربية السعودية، وهي تدير مؤسسة دينية مكونة من 280 مدرسة متطرفة تريد إشاعة الموت في الدنيا. لأنه المساجد اللي بتبنى والإذاعات الإسلامية اللي بتعمل بتعملها دول وفلوس نفط وبترول. نشكر الرب إنه عمل الرب بيعملوه المسيحيين مش الدول. لو كان أبوك زي أبويا ما اعتقدش إنك كنت تقعد مرتاح، يمكن تحط كل فلوسك عشان تجيبه للإيمان. لو خيروني بين فلوسي وأبويا أقول لهم أبويا، لو خيروني بين فلوسي وأمي أقول لهم أمي. لازم نحب المسلمين لدرجة نبذل أموالنا عشان نجيبهم للرب يسوع المسيح. ما تتخيلوش إنه هي شغالة لوحدها، في ناس مؤمنين زيكم وراها. الحاجة الأخيرة اللي عايز أختم بيها، نشترك معا في هذه الخدمة. أهلا وسهلا بكم من جديد أحبائي المشاهدين. خليني قبل ما أخذ المكالمات أذكركم أنه الأخ وحيد رح يكون في ملبون بكرة 17 الشهر، والمعلومات سوف تظهر على الشاشة، حتى تتصلوا بالتليفون وتعملوا بوكينج على التذاكر. الأخ وحيد رح يكون في ملبون بكرة 17 الشهر، وأيضا سوف يكون في نيوزيلند في 19 الشهر يوم الثلاثاء، والمعلومات سوف تظهر على الشاشة حتى تتصلوا وتعملوا حجز للتذاكر. وأيضا سوف يكون معنا في حفلة عشاء في 21 من الشهر يوم الخميس المقبل إن شاء الرب، سوف يكون معنا أيضا الأخ وحيد، فالمعلومات سوف تظهر على الشاشة أيضا حتى تحجزوا وتأخذوا معلومات تستفسروا أكثر. خليني أخذ مكالمات. في معاي رانيا من سيدني. رانيا أنت على الهواء، تفضلي. مساء الخير. مساء النور، تفضلي. هو أنا مش سامع حضراتكم، بس هقول التعليق بتاعي بخصوص يا أخ وحيد. النهاردة إحنا شايفين في حالة عامة من الفتور الروحي، وفي حالة بقالها سنوات طويلة من غياب الكنيسة وانسحابها من المجتمع وانسحابها من سواء كان العمل الاجتماعي أو السياسي أو حتى التأثير الروحي. فبس يعني عايزة أسمع وجهة نظر حضرتك، يعني إيه السبب الحالة المتردية اللي إحنا واقفين ليها ككنيسة وكمسيحيين، مش بس في الشرق الأوسط لكن في العالم بشكل عام، ويمكن ده اللي مخلي هناك مساحة كبيرة جدا للإخوة المسلمين إن هم
يغزوا العالم بأفكارهم وبعقيدتهم وبدعوتهم للدين الإسلامي. هو يمكن غيابنا وتراخينا وفطورنا وعدم إحساسنا في الحقيقة بقيمة الإيمان المسيحي والنعمة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها يعني. طيب. فبس أحب أسمع وجهة نظر حضرتك، إيه أسباب الحالة الروحية اللي احنا وصلنا لها النهاردة؟ شكرا أخت شكرا رانيا. جدا، ويعني الحلقة شيقة وربنا يبارككم. ربي يبارك. شكرا يا أخت رانيا. معي أيضا نيسان من ملبون. ألو تفضلي. ألو تفضل. تفضل. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلين أخ نيسان. اولا نرحب بالاخ وحيد في استراليا. اهلا مرحبا بك عزيزي، ربي يباركك يا اخ وحيد ويبارك حياتك. شكرا لك. عندي سؤال لحضرتك، كونك من الكنيسه الارثوذكسيه القبطيه، واحنا بنشوف دائما باب الكنيسه الارثوذكسيه القبطيه يهاجم الكنيسه البروتستانتيه في كثير من ردوده ووعظاته، ولا يعتبرها كنيسة رسمية. ونحن نعرف أن معظم العابرين هم أعضاء في الكنيسة البروتستانتية، سواء الرسولية أو الإنجيلية أو المعمدانية. فأريد أعرف رأيك الشخصي بهذا الموضوع. والرب يبارك. شكرا. هل فهمت السؤال؟ I think السؤال هو عم بيسأل في كثير من العابرين صاروا members أو أعضاء في الكنيسة البروتستانتينية، وشو منظور الكنيسة الأرثوذكسية لهدول الأشخاص. على ما أعتقد هذا هو السؤال. خلينا نأخذ كمان مكالمة من رحيل من أمريكا أيضا. أخت رحيل تفضل. ألو تفضلي. سلام المسيح ليكم. سلام المسيح. رحيل من روم إن جيزوس أم سنجز هاف بكم يو. أهلا بي. أصغر وأقل تلميذة التلاميذ الأخ وحيد. سمعيني؟ سمعيني كويس. الحقيقة أنا عايزة أعلق على موضوع الخدمة في الإسلاميات اللي اتكلم فيه أستاذنا وحيد، وإنه فعلا إن لم يكن قلب الخادم ممتلئ بالمحبة لأخوه المسلم لن يستطيع أن يقدم خدمة مثمرة. ده اللي تعلمناه من أستاذنا العظيم وحيد، المحبة والتواضع، وإن ما كانش كده يبقى ما فيش ثمار لهذه المحبة. آمين. سؤالي بقى لحضرتك يا أستاذ وحيد، تفضل. هل ما يحدث دائما لنا من اضطهادات هو عقاب من الله على فطورنا الروحي وخطايانا، أم أحيانا بيكون لأكاليل؟ لأني أكيد مش الكل وحشين. أنا إن كنت وحشة في غيري أخويا في المسيحية أو في الإيمان إنسان كويس. فهل كل ما يحدث لنا من اضطهادات في مصر هو عقاب من الله لفطورنا الروحي؟ لأن إحنا الحقيقة شايفين ان اقباط مصر يعني ايمانهم عظيم وحلو، ويمكن احسن من بلاد كتير عايشين مرتاحين ولا يمروا بالاضطهادات. فليه دائما نترجم ما يحدث لنا على ان عقاب لله من الله لينا؟ انا اعتقد او اشوف رد حضرتك علينا يا استاذ وحيد، وما المطلوب مننا في هذه الفكره بالذات بالنسبه للامور اللي بتحدث في مصر لاخواتنا، ومطلوب مننا ان احنا نعمل ايه سواء روحيا او على ارض الواقع. شكرا لك استاذ وحيد، ربنا يبارك حياتك ويبارك خدمتك، ودايما نتعلم منك وسلامنا بالجميع. شكرا لك يا خطرة. شكرا، ربي يباركك. خليني اخذ كمان مكالمه. قيصر من ملبون، انت على الهواء تفضل. الو تفضل. الو تفضل، احنا سامعينك، تفضل يا اخ قيصر. ايوه الله يخليك. أنا بس بدي أترحب بالأخ وحيد بأستراليا. أهلاً مرحباً. وأشكر القناة الحياة اللي عطتني هاي الفرصة الحلوة والجميلة أن أترحب بالأخ الوحيد وحمد الله على السلامة بأستراليا. الله يسلمك، أشكرك حبيبي. والشيء الثاني بس بدي يعني من الأخ وحيد بالقضية الحماية الدولية للأخوان الأقباط بمصر. فرجائي رجائي أخ وحيد هو لا تنزلون على الحماية الدولية لأخواننا الأقباط بالمصر. هي مو مشكلة قبطي ولا عراقي ولا احنا يعني محاجيك، لأنه كلنا احنا المسيحيين، ما في فرق بيناتنا من أي دولة كان. رجائي الوحيد لا تتنازلوا على هاي الحماية الدولية.
ومرة ثانية أشكر قناة الحياة اللي أعطتنا هالفرصة رحب الأخ وحيد، وإن إن شاء الله يعني إحنا نقول باكر بالعراقي راح نشوفك بالملبورن وراح نلتقي فيك. طيب شكرا لك. آمين. شكرا يا أخ قيصر، شكرا على سؤالك. معي مكالمة ثانية، بنت يسوع من ملبن، تفضلي أنت على الهواء. طيب سلام المسيح. سلام المسيح. كيفك أستاذ وحيد وأخويا رائد؟ كيفك أستاذ رائد؟ نشكر الرب. أهلا بنتي يسوع، ربي يبارك حياتك. منور أستراليا يا أستاذ وحيد، ونورت الشاشة ونورت قناة الحياة. إحنا فرحانين إنه نشوفك على شاشة التلفاز، وربي يديمك يا أستاذ وحيد ويخليك دائما ويعطيك نعمة وبركة. أنا بس حسأل سؤال، أنت قلت إنه أنت بديت في دراسة الإسلاميات، فماذا استفدتك كإنسان دارس لاهوت من خلال دراستك للإسلاميات؟ يعني هل في ناس يعني لما يعرفون إنه إحنا كإنسان ناس مسيحيين نقرأ قرآن أو ندرس في هذا المجال من الإسلاميات، فيسألون يعني حرام أو يعني لازم يكون الكلام فقط عن السيد المسيح؟ فأنا بس حبيت أعرف ما هي كخبرتك الشخصية، ما هي فائدة لو الإنسان يتعلم الإسلاميات ويناقش المسلم من خلال الكتاب اللي هو مؤمن به؟ سلام المسيح معاك، ومنور مرة ثانية أستاذي وحيد، والسلام خاص لك يا أستاذ رائد. شكرا منور. شكرا يا ربي خليك، شكرا ربي باركك، شكرا يا بنت يسوع، شكرا على سؤالك الحلو. خليني أخذ كمان مكالمة. فادي، أخ فادي تفضل، أنت معي على الهواء. ألو. ألو تفضل، أنت معي على الهواء. مساء الخير أخ رائد. مساء النور، أهلين. ممكن أكلم الأخ وحيد؟ تفضل، هو بيسمعك. تفضل حبيبي، مرحب بك أخ فادي. أهلا وسهلا بك في أستراليا أخ وحيد. أهلا مرحب بك حبيبي. أخ وحيد عندي سؤال إليك. تفضل. أذكر في حلقة من الحلقات أنت قلت أن الخوف خطيئة. أيوة صح. ممكن هنا عندي سؤال، عندما قال الرب يسوع المسيح يا رب ابعد عني هذه الكأس ولكن لا بمشيئتي بل بمشيئتك، ما المقصود هنا أن يا رب يسوع المسيح هل هو خاف من الموت؟ أوكي. ولا كيف؟ شكرا، شكرا لك أخ فادي. شكرا. طيب شكرا على سؤالك أخ فادي. خليني أخذ في مكالمة معي. طيب أخ وحيد، أخذنا مكالمات كفاية نجاوبهم، نحاول نجاوبهم بعدين نشوف إذا فينا نأخذ مكالمات تانية. في معي كمان مكالمة، خلي أخذ كمان مكالمة وخلاص. تفضل. جمال، معي جمال من سيدني. جمال من سيدني تفضل، أنت على الهواء. نعم. تفضل حبيبي. جمال. نعم. تفضل. تفضل أنت على الهواء. تفضل أنا سامعك، تفضل حبيبي. أخي المبارك وحيد، أهلاً وسهلا بكم في سيدني. أهلا بك أخ جمال. في بداية الحلقة قلت متواضعا إنك اخترت حياة جديدة، اسمح لي لأقول أنك منحت حياة مجيدة، يا شمعة مضيئة ومصباحا منيرا، ليحفظك رب المجد بنعمته ويديمك مرشدا وضاحا يا فريدا من نوعه، وحق من سماك وحيدا، تلميذك المتواضع جمال. الرب يباركك أستاذ جمال، بس ده كلام كبير جدا وأنا لا أعتقد أني أستحق كل هذا الكلام. الرب يباركك، بشكر محبتك وتشجيعك يا أستاذ جمال. شكرا أخ جمال. خليني أخذ كمان مكالمة. جون من سيدني، تفضل يا أخ جون أنت على الهواء. أخ جون أنت على الهواء، تفضل. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلين تفضل. مساء الخير. مساء النور. شرفت استراليا يا استاذ وحيد، وسلام الرب معاكم. سلام استاذ جون، الرب يبارك حياتك. انا لي سؤال للاستاذ وحيد. تفضل. بناء على الجزئيه اللي هو ذكرها. يا أخ جون يا ريت تسمعنا من التليفون وتبعد عن التلفزيون لأني عم بسمع صوت التلفزيون.
حضرتك كنت بتقول عشان حضرتك درست اليهود واخترت انك انت تبحث في الاسلاميات بناء على خلفيتنا باللغه العربيه، وان العقيده الاسلاميه هي الوحيده اللي هجمت العقيده المسيحيه. يا ترى المفروض على كل واحد مسيحي ان يبشر المسلمين بالمسيحيه، ولا اذا كان ليا صديق مسلم وما حاولتش ان انا ابشره ده يعتبر من وجهه نظر اليهود خطيه؟ وشكرا، وربنا يديم خدمتك ويديم محبتك لينا. شكرا لك استاذ جون، شكرا على سؤالك الحلو. معاي خليني اخذ كمان مكالمه، معي ابو علي من اوروبا. اخ ابو علي تفضل. اهلا اسيس رائد وكلاريكي المحترم اخ وحيد. اهلا، سامعيني؟ يا ريت بس اسمع منكم. اهلا، احنا سامعينك، تفضل يا ابو علي. انا بصراحه يعني بحب احيي الاخ وحيد بكل التقدير والاحترام على ما قدمه في بدايه الحلقه، وايضا القس رائد على اسئلتك الرائعه. شكرا حبيبي. الموضوع روحي وموضوع شيق جدا، وانا شخصيا بعتز انه يكون معنا الاخ وحيد في قناه الحياه. امين. شكرا لك. رجل الله بمعنى الكلمه. امين. في يعني انا بس بصراحه شعرت يعني اني ابتسمت، او شعرت مش بحزن ولكن باستغراب انه اول متصل او متصله تركت كل هذه الامور الرائعه التي تكلم بها الاخ وحيد، وذهبت الى سؤال ليس له دخل بالحلقه، الحمايه الدوليه. طبعا قناه الحياه ليس لها دخل لا بالسياسه ولا الحمايات الدوليه، ولكن قناه الحياه هي قناه تبحث عن ان توصل لكل انسان الحمايه الالهيه. امين. ثانيا اعتقد انه المواضيع هذه، المواضيع السياسيه والمواضيع الذي يعني تبحث عن اجابات بشريه لحلول روحيه، اسئله طبعا خارج عن الموضوع، لانه الكتاب المقدس واضح جدا ان اولب لنا ان نتالم حتى يعني بالانجليزي ممكن يكون نضطهد من اجل المسيح. ولكن الكنيسه ودور المؤمن الفردي ايضا هو ان نعلن رساله المسيح، ان نسعى بان نكون نحيا الانجيل وليس فقط سامعينه. وهذا ما قاله الاخ وحيد في بدايه الحلقه، انه هو يكون علاقتك مع الله بعدين توصيل الرساله. صح. وانا بحب احيي كمان كل شعب أستراليا، وأشكر شعب أستراليا على دعمه المعنوي والمادي وبالصلوات لقناة الحياة. لأنه بصراحة بدون صلوات القديسين، صلوات المؤمنين الذي ترفع أمام الله، أمام عرش الله، لا نستطيع أن نتمم هذه الخدمة، لأن الخدمة هي عبارة عن فريق، عن تيم يرفع بعضه بعضا بالصلاة وبالتشجيع وبالتسليم. فأنا لذلك بحب أعلن الآن أمام كل المشاهدين، أخ وحيد أنا شخصيا فخور جدا بمعرفتك وصداقتك، وأيضا أنك رفيق عمل، وأيضا القس رائد وكل الفريق الموجود أمام وخلف الكاميرات في الاستوديو الآن. يعني شكرا لك أبو علي، شكرا على تشجيعك. حبائنا المشاهدين يلي على التليفونات، أنا لازم نحاول نجاوب الأسئلة اللي طرحوها الإخوة، وإن كان معنا وقت رح نأخذ تليفوناتكم، فخليكوا على التليفون وإن شاء الله بنقدر نأخذ مكالماتكم. أخ وحيد، أول سؤال سألته الأخت رانيا هي حالة عامة من الفتور الروحي. هي كان تكلمت عن غياب الكنيسة عن الحياة السياسية. أيوة. والاجتماعية والروحية. أنا أعتقد كلمة غياب هي كلمة ربما كبيرة لا تعبر عن الواقع، لأنه إحنا
شفنا في مصر في الفترة الأخيرة وجود قساوسة في تظاهرات، ووجدنا في ميدان التحرير، فوجدنا صورة جديدة أن الناس ابتدت تخرج، حتى القساوسة ابتدوا يعبروا عن أنهم رافضين هذا الوضع. أما إذا كان موضوع الفتور الروحي فأنا لا أعتقد أن الكنيسة بس تشارك فيه. أنا كمؤمن، طب أنا دوري إيه برضو؟ فأنا دوري برضو أن أنا أشارك وأصلي من أجل الكنيسة وأساعد في هذا الاتجاه. فإذا كنا دائما بنوجه اللوم إلى الكنيسة أنا أعتقد مش هننجح، لأنه لازم أبدأ بي أنا. أنا فاهم هي بتتكلم عن إيه بالضبط. هي عاوزة دور أكبر للكنيسة. أنا معاها بتفق أنه ربما الدور لم يصل إلى ما نطمح إليه، ولكن هناك معوقات كثيرة جدا. إحنا لو بصينا للكنيسة في الشرق لا يمكن أن نقارنها بأي مكان آخر. الكنيسة في الشرق تعاني، الكنيسة في الشرق مضطهدة من 14 قرن. فيعني هذه الأوضاع المستمرة بتخلق جو ربما حتى في المؤمنين، ربما أحيانا مش دائما، من الفتور أو البعد. لكن إذا استخدمنا هذا الاضطهاد بصورة صحيحة، الكنيسة لم تنمو عبر التاريخ بصورة جيدة إلا في وقت الاضطهاد، نمت وبقوة. فدي جزئية بالنسبة للأخت رانيا، وأنا بشكرها كثير الأخت رانيا، ربي يبارك حياتها. طب ممكن أخ وحيد تعطينا فكرة كمان عن الكنيسة في المهجر، الكنيسة العربية في المهجر، إن كان أنا يعني بعتقد سؤالها واقع جدا أنه في حالة فتور في الكنيسة العربية في المهجر. أنا بحكي هون بأستراليا كشخص عايش في أستراليا، أنه الكنيسة، وطبعا الكنيسة اللي هي الأفراد اللي هو أنا، عايزين أنه إحنا نكون بالفعل إن دور في المجتمع اللي هو خارج عن المجتمع الكنسي. كويس. أنا بعتقد أنه في نوعين من الخدمة، ودي وارد في بشارة القديس لوقا 17، يتكلم عنه من الرب يسوع. خدمة رعوية وخدمة حرث. فأحيانا تقتصر الكنيسة على دورها الرعوي في المؤمنين اللي بتعرفهم، صح، فلان جل كنيسة وفلان وفلان، هذا هو دوره. ولا تمتد إلى الخدمة الأخرى وهي خدمة الحرث. أرض جديدة، حرث يعني أنت بتحفر في أرض جديدة. فأحيانا، وربما دي الصورة دلوقتي ظاهرة، أننا اكتفينا بس بالخدمة الرعوية. وأنا أعتقد أنه يجب أن نمتد إلى الخارج، يجب أن نبحث عن أرض جديدة نبتدي نحرس فيها ونضع فيها البذور. وأعتقد هذا ما تقوم به على كل الأحوال قناة الحياة التي أخذهم فيها، يعني نحرس أرض جديدة ونبذر البذور. آمين. شكرا على جوابك. نيسان من ملبون سأل عن العابرين في الكنيسة البروتستانتينية. أنا مش متأكد شو هو سؤاله، بس على ما أعتقد يلي هو عم بيسأل أنه العابرين يلي أتوا من الإسلام إلى المسيحية صاروا أعضاء بالكنيسة البروتستانتينية، كيف تراهم الكنيسة الأرثوذكسية؟ أعتقد أنه العابرين في كل كنيسة موجودين وانتموا إلى الكنيسة اللي ولدوا فيها، يعني في كل كنيسة أنا شايف في متنصرين. كل شخص يؤمن بالمسيح على أنه الله الظاهر في الطبيعة البشرية، الذي جاء خصيصا لفداء الإنسان ومات على الصليب وقام وصعد إلى السماء وسيأتي، هذا مسيحي. وعلشان كده في مجمع الكنائس العالمي، في الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، فإذا كلهم بيؤمنوا أنه الآخر مسيحي. وإلا على أي أساس إحنا تحت هذا السقف؟ إذا كنا هنتكلم عن الاختلافات الموجودة فهي اختلافات بعيدة عن صلب العقيدة. وده هو الرائع في العقيدة المسيحية، أنه العمود الفقري للمسيحية كل الطوائف بكل نحلها بكل عقائدها، إحنا واحد في صلب العقيدة المسيحية. وأعتقد ده أعظم ما يجمعنا. وأروع ما يجمعنا هو شخص المسيح، الله الظاهر في الطبيعة البشرية، الله المتجسد. آمين. ورب يساعدنا كمؤمنين أنه إحنا نركز على هذه الأمور يلي تجمعنا، ولكن ليس الأمور يلي بتفرقنا إحنا ككنائس. وأنا أعتقد والذي يجمعنا هو الأساس والأكبر. آمين. والأعظم، يعني 90% إحنا اللي بيجمعنا. آمين. آمين. الأخت رحيل سألت، يلي من أمريكا سألت، إن لم تكن محبة مش لازم يكون في تقديم للمسيح للمسلم، وتكلمنا احنا في هاي الجزئية. لكن سألت هي، هل الاضطهاد هو بسبب الخطية او هو
حتى الله يعطينا أكاليل. أنا برحب بالأخت راحيل، ربي يبارك حياتك أخت راحيل، سعيد بسماع صوتك وسؤالك. لا، ليس دائما ما يقع علينا من اضطهاد هو نتيجة خطيئة. من الذي يقول هذا الكلام؟ التلاميذ، تلاميذ المسيح قطعت رؤوسهم، استشهدوا، ليس بسبب خطيئة ولكن بسبب مجد، يريد الرب أن يعطيهم مجد وأكاليل. فليس دائما ما يقع على الكنيسة من اضطهاد هو بسبب خطيئة، ولكن أعود للكلمة الأساسية، أنه الكنيسة نمت وامتدت، لم يحدث في تاريخ الكنيسة مثل الثلاثة قرون الأولى. طيب إيه اللي كان حاصل في الكنيسة في الثلاث قرون الأولى؟ اضطهاد لم تراه الكنيسة حتى اليوم. اللي احنا شايفينه ده يعني لعب، يعني اللي احنا بنشوفه. إنما الثلاث قرون الأولى كانت الدماء في كل مكان، يعني الكنيسة قويت وانتشرت ووصلت في كل مسكونة تقريبا في ذلك الوقت، المسكونة القديمة يعني. فإذا يعني عودة إلى سؤالها، ليس دائما بسبب خطيئة، بالعكس ممكن يكون الله يريد أن يشدد الكنيسة طبعاً، وينقيها ويقويها ويشددها. صحيح. فلازم يكون عندنا إحنا توقعات أن الله سوف يبارك في وقت الاضطهاد. تماما. والدليل يعني أنت شوف الكنيسة في الغرب والكنيسة في الشرق. أيوة. كنيسة في الشرق ما زالت قوية ومتماسكة لأجل الضغوط الموجودة على الكنيسة، بينما في الغرب فترة عم تتقلص يعني. تتقلص وفترة وضعفت لأنهم عايشين حياة راحة ورفاهية، ما في أي شيء من يعني. هو الله حتى نعبده مثلا كل الاحتياجات. صحيح موجودة. صحيح. طيب، سؤال الأخ قيصر، سأل عن الحماية الدولية وعم بيسأل لا تتنازلوا عنها. أنا مش عارف، هو في سؤال مهم جدا لازم أولا يجاب عليه، ما هي الحماية الدولية؟ بس لو كل شخص أجاب على هذا السؤال، أنت يعني فاكر إيه هي الحماية الدولية؟ إيه هي؟ هل الحماية الدولية يعني جيش من الخارج حيجي؟ هل هي الحماية الدولية جندية عند كل باب؟ ما هي الحماية الدولية؟ هل هي قوانين؟ ما هي الحماية الدولية؟ عرف هذا المصطلح وبعد كده نناقشه. هذا المصطلح مفروض يفهم في قالبه الصحيح، لأنه الحماية الدولية دي عندها تعريفات كثيرة جدا، ولا أعتقد أنا من يعرف هذا الأمر، لأنه في متخصصين يعرفوا هذا المصطلح أولا. لكن بحي الأخ أبو علي حينما قال الحماية الإلهية. أمين. ده مطلبنا كمسيحيين كمؤمنين. طبعا طبعا يا عزيزي الفاضل أخي رائد، الرب الإله في الكتاب المقدس واضح جدا، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، باطل من يتكل على زراع بشر. دي كلها يعني أشياء واضحة في الكتاب المقدس. فأنا عندي العناية الإلهية والحماية الإلهية موجودة متاحة، بس أطلب وبمشي أنا بطلب حماية دولية. وهل الأمريكا لما دخلت العراق حمت المسيحيين في العراق؟ ما هم برضو تعبوا. أيوة. وربما سبب دمار كان في للمسيحيين في العراق يعني. لا، من الذي يحمي وكيف الآلية الطريقة التنفيذ، وما هي الحماية الدولية؟ يجب نعرف أولا. طيب، شكرا على جوابك. في سؤال حلو من بنت يسوع من ملبون، سألت كشخص دارس لاهوت وبعدين خصصت وقت وجهد دراسة إسلاميات، شو الفايدة في دراسة الإسلاميات؟ أولا أنا بهنيها على السؤال، سؤال حلو، يا سؤال جميل يعني. أولا مع احترامي للأحباء المسلمين، كدراسة واحد دارس لاهوت شيء قاسي جدا أنه يدرس إسلام، ماشي سهل. صح. تدرس أنت منهج معين بأسلوب معين، ثم بتدرس شيء مختلف تماما جملة وتفصيلا. ليس قسوة في أنه دراسة نظرية، ولكن قسوة في أنه هناك من يعيش هذا الوضع ويتبنى ويحاول أن يطبق كسلوك تجاه الآخر. هنا القسوة، أنك أنت بتتعامل مع هذه الفكرة يعني. صح. أنا اللي استفدت أولا، لم أكن أحتاج يعني أنه أنا يعني، بس أنا عظمت المسيح، مجدته. أيوه. يعني رفعته. حسيت أن أنا إنسان مميز كمسيحي، لأنه يعني حسيت أنه أنا عندي كنز هو المسيح. بتعاليمه، بروعته، بجماله، بديني كرامتي كإنسان وبيحترم الخليقة. دي أول استفادة كانت روحية. الاستفادة الأخرى أن أنا فهمت الآخر. أيوه.
عرفت الأحباء المسلمين كيف بيفكروا، كيف تتواصل معهم، كيف نتكلم معهم، كيف نتواصل صح. معهم. وفهمت إنه الأحباء المسلمين رائعين جدا، آمين. ولكن ربما لم يأخذوا الفرصة التي ربما أخذناها نحن. أيوة. فما فهمت إنه ما في داعي نظلم الآخر. أيوة. لأنه ده حسب معرفته وحسب فهمه وده المنهج بتاعه، فبيساعدك أنك تفهم الآخر، وده شيء أنا بقول للأحباء المسلمين اقرأوا المسيحية لتفهموا كيف يفكر المسيحي. أيوة. وما الذي تتوقعه من المسيحي. أنا لما بحبك ده مش أنا عشان ضعيف، ده عشان أنا قوي. أيوة. المحبة هي القوة. أيوة. فأنا بطلب منهم أنهم هم كمان يدرسوا المسيحية من المسيحيين وليس من الأحباء المسلمين الذين كتبوا عن المسيحية. يعني حلو أنت حكيت دراستك للإسلام أو الإسلاميات ولدت فيك محبة للمسلمين طبعاً. لأنه شفت أنت وين هم واقفين وعلى شو متكلين، فهذا الشيء ولد فيك محبة حتى توصلهم في رسالة تماماً. المسيح تماماً صحيح، رائع جداً. هلأ الأخ فادي سأل سؤال عم بيستشهد في حلقة من حلقاتك أنك أنت حكيت أن الخوف هو خطيئة، وبيستشهد في أو بتساءل عن آية لما كان يسوع في جثثمايني وصلى لله الآب ابعد عني هذا الكأس. كويس. بداية أنا أحب أقول للأخ فادي أنا عامل حلقة في شبهات الردود، هي الحقيقة ليست حلقة وإنما في الموضوع ده ربما 7 حلقات يا أخ فادي، وأجبت على هذه الجزئية واستخدمت حوالي أكثر من 100 آية من العهد الجديد للإجابة على هذا السؤال. 100 آية. وبداية لابد أن يعني ما نمسكش الموضوع من الآخر. المسيح له كل المجد في أكثر من 80 آية في العهد الجديد، وهو يقول للتلاميذ أنه سيصلب وأنه سيقتل وأنه سيقوم في اليوم الثالث. فالأمر ليس جديد، هو يعرف كل شيء، فهو رب الخليقة. وبالتالي لم تكن مرحلة الصلب أو وقت الصلب شيء يتفاجأ به المسيح، بالعكس قال لهم بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. فهو عارف كل شيء. إذن فإذن حينما جاء أراد أن يؤكد بهذا الأمر أنه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس. الناس بتفتكر الكأس هنا أنه يعني مجرد الصلب. لا، الكأس مرارة الكأس، أنه البار الكامل الذي بلا خطية، والآن عليه أن يحمل خطية العالم كله. هذه مرارة الكأس طبعا. وأراد الرب يسوع أن يثبت للبشرية أن السماء صمتت 3 مرات حينما طلب هذا الأمر. وكأن السماء تقول أنه لا نجاة للبشرية إلا بأن تجتاز هذه الكأس وأن تتجرع هذه الكأس كاملة. إذن الرب يسوع المسيح كان يعلن في هذا الكلام، في هذه المناجاة، أنه لا طريق آخر غير اجتياز الصليب الذي كان قد سبق فخبر به. فإذا المسيح لم يتفاجأ بالصلب، وحاشا أن يخاف المسيح الذي وعدنا في الكتاب المقدس بعدد أيام السنة لا تخف، أن يكون هو خائف. ولذلك قدمت 100 آية. ده المسيح لما طلبوا منه آية قال لهم لن تعطى لكم آية إلا آية يونان النبي، فكما كان يونان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي في قلب الحوت هكذا ابن الإنسان أنا سأكون في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. إذن يعرف أنه سيموت ويدفن ويقوم. إذن هذا ليس بكلام رجل خائف، يجب أن نفهم النص في سياقه. وليس صح. مش هناخد النص كده ونشوفه الواحد. طبعا هذه مشكلة كبيرة عنا إحنا يعني بالكنيسة. تسمع واعظ، الواعظ بياخد آية بيشيلها من سياق الكلام، من الكونتكست تاع الكلام، وبيوعظ آية كاملة أو وعظة كاملة على آية مش بسياقها الصح. فتعطي المعنى الغلط أكيد. أحيانا ربما كتأمل حتكون شيء رائع جدا، ولكن كتفسير لابد الالتزام بالسياق، لأنه في فرع في اللاهوت اسمه علم اللاهوت الكتابي. فأنت مثلا لما بيجي في علم اللاهوت الكتابي يقول لك هكذا أحب الله العالم. وفي نص آخر لا تحب العالم. طيب أنا الله أحب العالم، وهنا بيقول لي لا تحب العالم. ففي اللاهوت الكتابي أنت ملتزم بالسياق لتفهم العالم هنا ولتفهم العالم هنا. العالم هنا معناه الناس، والعالم هنا معناه مغريات هذا العالم.
فإذا لا بد حين نأتي إلى التفسير نلتزم بسياق. أمين. وأعتقد في كل الأديان كذا الالتزام بالسياق لنفهم النص. أكيد. في سؤال كثير حلو صراحة من الأخ جون من سيدني، سأل هل مفروض على كل مسيحي أن يبشر مسلم؟ أنا أعتقد إذا كان هناك أتيحت فرصة فلما لا؟ ليه أنا دائما يعني أنا بتكلم لما أقول أنا بصورة عامة كمسيحيين، ليه إحنا نتجنب الآخر؟ ليه ما أكلموش عن المسيح؟ أيوة. إذا كنت أنا قد تزوقت المسيح. أنا أيوة. ما بتكلم عن أي شخص مطالب، أنت مش مطالب، لكن أنت بدافع مشاركتك للآخر بهذا الكنز اللي أنت بتعرفه، عاوز تشارك الآخر هذا الكنز، هذه المحبة الإلهية، عايز تخليه دوقة. فإذا أتيحت لك الفرصة وليه لا؟ أنت تتكلم. إحنا أنا قابلت أحباء عابرين كسر قالوا لنا حرمتونا ولا واحد فيكم يتكلم عن المسيح معنا. وأحيانا المسيح بلطفه يخجلنا حينما يخدم هو نائبا عنا، يسيبنا وأنتم مش عايزين تخدموا، أنا هخدم لوحدي. بأصدق برؤى وأحلام وأشياء كثيرة جدا، في حين أن خدام الكنيسة موجودين. فأنا لا أقول أن يعني أنت مطالب ولازم، ولو ما عملت خطية كما هو ذكر، لا هي مش خطية، لكن هذا شيء مطلوب منا إحنا كمسيحيين نكون بشارة وشهود عن المسيح. صحيح صحيح. وليس في يعني كمان مش شهود فقط في أورشليم، لكن في اليهودية والسامرة وإلى أقصى. صحيح صحيح. ويعني هذا الدور يلي بتلعب. كان سؤال حلو من الأستاذ جون، ربي يباركه. سؤال ممتاز. يعني هذا I think بيثبت أيضا خدمة قناة الحياة، يعني صحيح. قناة الحياة الرائدة والمركزة في خدمتها أنها توصل البشارة للمسلم، للشخص البعيد عن الرب حتى يعرف الخلاص في المسيح. صحيح. وهي خدمة مزدوجة بالمناسبة. صح. هي تخدم حتى المسيحيين ربما في أشياء كثيرة يعني لسه مش واضحة قدامهم برضو. yeah. بتوضح. صح. من خلال برامج متعددة في قناة الحياة، مثل شبهات وردود مثلا. يعني بسمع ردود فعل رائعة جدا، مشجعة ومعزية أنه نستمر في هذا البرنامج أيضا. طيب أخ وحيد، أنا في عندي كمان كذا سؤال، بس في مكالمات على الخط وأنا بديش أحرم الناس يحكوا معك أحبة. وهم كثير من الشوقين يسمعوا. خلينا نأخذ كذا مكالمة. فضل. طيب خلينا نأخذ. اوكي معي على الهواء امين. امين من سيدني، تفضل انت على الهواء. انا مساء. اهلين. انا على الهواء دلوقتي. ايوه تفضل. شكرا حبيب. سلام المسيح معك اخونا رائد. سلام المسيح. الاخ وحيد ربنا يباركك. اهلا اخ امين، ربي يبارك حياتك. انا بس كان لي سؤال سريع كده، اللي هو في حزقيال 3 والعدد من عدد 20 لعدد 21، اللي هو ان احنا مفروض ننذر البار وان احنا ان احنا ننذر الشرير، واذا ما انذرناهوش دمه هيطلب مننا، واذا انذرناه احنا بنبقى يعني زي ما بيقول الكتاب نجيت نفسك. فالموضوع طبعا ده يعني احنا كتير بنقابل ناس وللاسف ما بنبلغهمش الرساله، وطبعا بنحاول بقدر الامكان، لكن لو ده ما حصلش يعني وجهة نظر حضرتك أو الناحية اللاهوتية، إيه يعني العقاب الهوى، عقاب أرضي، عقاب سماوي، أو نوع العقاب بالضبط هيكون إيه؟ كإحنا كمؤمنين هيطالب إزاي مننا هذا الدم؟ شكرا لك أخونا وحيد، وربنا يباركك، وسلام المسيح مع قناة الحياة وكل المشتركين وكل المسلمين. شكرا لك عزيزي، ربي يبارك حياتك. شكرا على سؤالك. معي حنان من سيدني، تفضلي يا أخت حنان أنت على الهوى. أخت حنان أنت معاي، أنت على الهواء، تفضلي. أيوة تفضلي. أيوة مساء الخير يا أستاذ وحيد، الحمد لله على السلامة، نورت سيدني. الحقيقة أنا كنت عارفة أن... أيوة أنا بتكلم. مساء الخير. مساء النور، إحنا سامعينك بس وطي التلفزيون. مساء الخير يا أخ وحيد. يا ريت يا أخت حنان توطي التلفزيون. انا كنت بشكرك جدا جدا، انا مسيحيه المولد والعيله وكل حاجه، لكن فعلا بفضل برنامج الدليل انا عايز اقول لحضرتك ان انا في حاجات كتيره جدا
فهمتها على ايديك. يعني كان في اسئله كتيره بتحيرني تفسيراتها غير منطقيه بالنسبه لي او ما بتتناسبش مع عقلي وحجتي، لان انا طبيعتي فلسفيه شويه. لكن فعلا بشكرك 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 ان انا فهمت كتابي المقدس او جزء كبير جدا منه بشرح حضرتك. نشكر الله، نورتنا، ويا رب ان شاء الله كده يكون لنا نصيب ونتقابل يوم 21. آمين. انا بطلب ده من ربنا. امين. والف الحمد لله على السلامه مره. شكرا لك اخت حنان، والرب يباركك، والشكر للمسيح. شكرا يا اخت حنان. خليني اذكر المشاهدين انه الاخ وحيد رح يكون في سيدني في حفلة عشاء ب 21 اللي هو يوم الخميس الجاي، وايضا رح يكون بكرة يوم الاحد في ملبون، وايضا يوم الثلاثاء رح يكون في نيوزيلند. فخذوا الفرصة تشوفوا تتعرفوا اكثر على الاخ وحيد، وان كان لكم فرصة تسألوا اسئلة في ذاك الوقت. معي فيبي على الهواء. فيبي من سيدني، تفضلي. ألو، تفضلي يا أخت فيبي. ألو، تفضلي، أنت على الهواء، سمعينك، تفضلي. أيوة، مساء الخير، سلام ونعمة أخ وحيد، سلام ونعمة أخ رائد. أنا بشكر الرب من أجلكم ومن أجل البرنامج الطيب. ربنا يبارك فيكم وفي أعمالكم. شكرا. أنا ليا طلب وليا سؤال. الطلب الأولاني محتاجين من الأخ وحيد إن هو يقدم برنامج أو ما يفيد لدراسة الكتاب المقدس. أنا علمت إن هو بدرس الكلية اللاهوتية الكليريكية بالنسبة للعهد القديم، وإحنا بنفتقد جدا جدا حد يكلمنا عن العهد القديم ويشرحه لنا بإيضاح كبير. في سؤال بقى أنا بحب أطرحه بالنسبة للعهد القديم. في سفر التكوين إصحاح 49، اجتمع يعقوب بأولاده وقال لهم تعالوا أقول لكم إيه اللي هيصيبكم في آخر الأيام. دي حاجة. بعد كده أنا بحاول أربطها شوية بسفر الرؤية. هل له ارتباط بسفر الرؤية حقيقي ولا مجرد فكر خاص بي؟ وبعد كده بالنسبة الحكم الألفي للسيد المسيح، هل هو فعلا هينزل على الأرض ويكون له حكم ألفي ولا هيجي يختطف كنيسته والحكم الألفي دي حاجة رمزية؟ طيب اوكي، انا بشكر جدا محبتكم واشكر. اوكي، وان شاء الله ربنا يستخدمك باكثر واكثر. شكرا لك اخت فيبي، ربي يبارك حياتك. امين. شكرا يا اخت فيبي. معي على الهواء الاخ عادل. عادل من سيدني، تفضل انت على الهواء. ايوه تفضل حبيبي. مساء الخير. مساء النور. الو، تفضل حبيبي، احنا سامعينك. الو، طيب خسرنا المكالمة. معي أبو يوسف. أبو يوسف من سيدني، تفضل أنت على الهواء. تفضل أبو يوسف أنت على الهواء. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير أخ وحيد. مساء النور أخ أبو يوسف. أنا طالب رجاء منك، بدي دعاء لمرتي. أنا طالب من الأخ وحيد يصلي لمرتي. أوكي. هي عيانة مريضة يعني؟ مريضة؟ الله يطول العم. بنصلي من أجله يا أخ أبو يوسف. الرب يباركك. شكرا. العفو. طيب الرب يباركك يا أخ أبو يوسف. طيب خلينا نحاول نرد على الأسئلة دول لأنه بطل معنا وقت كتير. أول سؤال من أمين. كان عم بيحكي عن الجزئية يلي في حزقيال 23 يلي بيحكي فيها والبار إن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معثر أمامه فإنه يموت لأنك لم تنذره، يموت في خطيته ولا يذكر بره الذي عمله، أما دمه فمن يدك أطلبه إذا ما حدا بشر. هو السؤال I think هو شو نوع
العقاب يلي راح ينزل على هذا الشخص؟ طبعا هو هنا بيتكلم عن المسؤولين عن الشريعة، وأنه هم مسؤولين في توصيل الكلمة والمعرفة إلى المخدومين بصورة خاصة، بيركز هنا على خدام الشريعة. لكن بصورة عامة نستطيع أن نقول أنه إحنا برضو مطالبين زي ما كنا بنتكلم من شوية في الإجابة، أنه لو أتيحت الفرصة لما لا أن نوصل الكلمة للآخر ونعرفه، وبعد كده هو بيختار يعني إذا كان ده مناسب لي ولا لا. إحنا ما بنجبر حد. الشخص المسيحي المؤمن إذ لم يبشر، هل له عقاب على الأرض؟ I think هذا هو السؤال. يعني هو بيتكلم بيقول تخلص أنت والذين يسمعونك. فأنا ما أستطيع أن أنا يعني أحدد شيء ستاندرد، لأنه ربنا شايف يعني في فرق بين شخص أتيحت له الفرصة بالشكل الزاي أو كان خايف مش عاوز يتكلم، وشخص آخر يعني في اختلاف في الحالة. وبالتالي على حسب الحالة أنت بتبتدي تفكر تقول ده قصر في الخدمة أو لا. لكن ما ممكن تدي قياس واحد تقول ده على كل الحالات، ده شيء صعب طبعا. طيب إن شاء الله يكون جاوبت سؤال الأخ أمين. الأخت حنان تشكرك على برنامج الدليل، من خلاله تعلمت كثير عن الكتاب، و أثنك هي سألت سؤال، مش متذكر إذا سألت سؤال بس هي كانت تشكرك، هي تشكرك على برنامج الدليل. أخت فيبي طلبت طلب حلو، تعمل برنامج لدراسة الكتاب خصوصا العهد القديم. ربنا يدينا نعمة، وأعتقد الأحباء في قناة الحياة سمعين، وإذا كان الرب مدينا فرصة بيفتح الأبواب. آمين. هي سألت يعني صراحة سؤال مش سهل أبدا، عن تكوين لما يعقوب بارك أولاده، هل له ربط في رؤية يوحنا؟ وبعدين سألت عن الحكم الألفي والاختطاف. أنا أبدأ بالآخر، الحكم الألفي والاختطاف، في بعض الطوائف بتقول حيكون في حكم ألفي بصورة حرفية، وفي طوائف بتقول لا، الحكم الألفي ده بدأ من صلب المسيح وقيامته، بدأ الحكم الألفي ونحن نعيش في ظل الحكم الألفي. فالرأيين موجودين في الطوائف المسيحية. بالنسبة إلى تكوين 49، هو يعقوب فعلا جمع أولاده وقال لهم أخبركم بما يصيبكم في آخر الزمان كنسل أولاد يعقوب، وأعطى كل سبط البركة بتاعته. وحينما جاء إلى يهوذا فكان واضح أنه بيتكلم عن المسيح، فقال له يهوذا إياك يحمد إخوتك، يسجد لك بنو أبيك. فإذا هنا تكلم عن شخص المسيح الخارج من سبط يهوذا، والمسيح هو أساس سفر الرؤيا. فبهذا الارتباط نستطيع أن نقول في علاقة بين 49 وسفر الرؤيا. آمين آمين. أخ وحيد، تقريبا الحلقة على وشك أنها تنتهي. الأخ أبو يوسف كان طالب منك تصلي من أجل مراته، ياريت ننهي هالحلقة بأنك تصلي لمراته، ونكون هيك نهينا الحلقة. معنا أقل من دقيقتين. نشكرك يا رب من أجل محبتك، نشكرك يا رب أنك أنت إله حي، نأتي إليك يا سيد ونحن كلنا ثقة أنك تسمعنا وأنك استجبت لنا حسب صلاحك يا سيد. نرفع أمامك يا سيد زوجة أبو يوسف بكل إيمان وبكل ثقة وبكل دموع يا سيد التي لا تسقط إلى الأرض وإنما تصعد إلى السماء. بشكرك من أجل محبتك، وبنرفع يا سيد اسم أختنا المباركة واسم مرضها يا سيد، وإحنا عارفين أنه اسمك فوق كل الأسماء يعلو ويرتفع، فبنصلي يا رب أنه تمد يد الشفاء لها، وإحنا واثقين يا سيد في اسمك أنت اللي وعدت، وإحنا في اسمك الذي دعي علينا نطلب، ولك كل المجد يا سيد. آمين آمين آمين. ربي باركك أخ وحيد، شكرا على اللقاء الحلو. شكرا لك على جوابك لكل الأسئلة الحلوة. ربي باركك. أعزائي المشاهدين، خليني أذكركم قبل نهاية الحلقة، الأخ وحيد سوف يكون في ملبون بكرة يوم الأحد، سوف يكون في ملبون، وأيضا سوف يكون يوم الثلاثاء في نيوزيلند، وأيضا يوم الخميس رح يكون في سيدني في حفلة عشاء. المعلومات سوف تكون على الشاشة، اتصلوا حتى تعملوا الحجز وتأخذوا معلومات أكثر. فترة الحلقة انتهت، كان معنا الأخ وحيد، ونراكم في الأسبوع القادم أيضا مع الأخ وحيد بنعمة الرب.